ولكن عايزين نروح لأرقام بيتسو موسيماني خلال هذه السنة. طبعا حقق 5 بطولات من 7 استحقاقات، بدأ بيهم بدوري أبطال أفريقيا. هو طبعا جاء استكمل بطولة الدوري العام اللي هي كانت شبه منتهية إكلينيكيا وكانت محسومة للنادي الأهلي، ولكن بطولة كأس مصر قدر يحققها، ودي كانت بعد دوري أبطال أفريقيا وهي مباراة 27 نوفمبر 2020. ثم راح كأس العالم للأندية، وأنا من وجهة نظري هو حقق التارجت المطلوب لأن خد الميدالية البرونزية. الجيل ده كان أول مرة يشارك في كأس العالم للأندية، يمكن الجيل السابق اللي كان مع مانويل جوزيه فأول مشاركة ليه ما قدرش يحقق ميدالية، ده حقق ميدالية، وده بالنسبة لي كان تارجت مهم جدا، خاصة إن أنت اصطدمت ببايرن ميونخ في منتصف أو في دور نصف النهائي. ثم بعد ذلك حقق بطولة السوبر الأفريقي على نهضة بركان ب2-0، ثم حقق دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني أو للمرة الثانية على التوالي في 8 شهور فقط لا غير. وبالتالي بشوف ان دي استحقاقات مهمة جدا، فقد بقى الدوري العام وفقد بطولة السوبر المصري، ف5 نجاحات من أصل 7 نجاحات. لكن برضو عندنا فارس عدد المباريات لعب 64 مباراة، محتاجة تتعدى 65، حقق 45 فوز. ولكن يا أسامة بعيدا عن الأرقام دي، كمان كشف حساب موسيماني مع جمهور النادي الأهلي بيحتاج ان موسيماني يكون عنده الثقة ان هو يكمل في مسيرته وبطولاته. زي ما انت اتكلمت موسيماني رقميا، انت اتكلمت بالبطولات والبطولات لا تكذب، حقق تارجت وفي جزء معين وقع منه، ولكن هو كان بيوعد الجمهور. لو انت هتيجي يا أسامة تقيس اللي حققه موسيماني، مدرب حقق 2 دوري أبطال في اقل من سنة، اعتقد ده شيء غير مسبوق في تاريخ الكرة الإفريقية تحديدا داخل النادي الأهلي. كان شيء مهم جدا، ولكن جمهور النادي الأهلي بينتظر من موسيماني المزيد، وده شيء مهم أيضا. ولكن اتفضل. هو المهم ان هو عمل زي معين شعباني، بس في الترجي حابين ناكد ان معين شعباني مع الترجي، لكن النادي الاهلي طبعا بالزبط. بحكم ان هو البطولتين اتلعبوا في وقت مضغوط جدا، البطوله الاولى اتاجلت، فبالتالي خدمت الظروف ان هو يحققهم في اقل مده زمنيه. يمكن ريني مانويل جوزيه عملها في 2005 و2006، لكن بينهم 12 شهر. لكن بيتسو موسيماني ليه تويته طبعا في اليوم ده، ودايما زي ما قلت هو مع جماهير النادي الاهلي في علاقه عاطفيه، وبيتكلم فارس عن فكرة العائلة وان هو ممتن لوجوده داخل النادي الاهلي. هو كان بيتكلم في التغريدة دي احتفالا بمرور العام ان هو بيكون شاكر وممتن ان اتيحت ليه الفرصة ان هو يدرب النادي الاعظم، وزي ما بيصف عائلة النادي الاهلي. وانا اعتقد هو متأثر بكابتن محمود الخطيب جدا، لانه في كتير من الوقت بيتكلم عن كابتن محمود الخطيب ودوره معاه ومشاركته دايما، وبيصفه بشريك النجاح. ولكن عايز اتكلم في حاجه مهمه اروح من التويته دي ليها بعيدا عن مرور عام على موسيماني. شفنا في الفتره الاخيره البعض بينشط، وانا بسميها بينشط، يعني بيقدم نفسه للجمهور بطريقه الاخبار والحصريات، على طريقه ان انا الوحيد اللي عارف، انا الوحيد اللي عندي المعلومه. وخرجت اشاعات واخبار عن غضب موسيماني من خصم 300,000 جنيه، العقوبه اللي وقعها النادي الاهلي فيما يخص الفريق بعد مباراه السوبر. انا بشوف ان مش التويته دي بس يا اسامه، كان كمان لموسيماني اعتذار للجمهور وتأكيد على فكرة ان هو حريص ان الامور تسير الى مكان افضل مع النادي الاهلي. بشوف ان كل ده نفسيا ما يوحيش ان المدرب غاضب خالص، وبيؤكد ان المدرب لا بالعكس على تراك مع الجمهور، حاسس فيه الجمهور عايز ايه، وحاسس ان فيه اخفاق، وده مهم جدا. كمان شفنا عمار حمدي بعيدا عن موسيماني برضو اشاعات وضغط على الولد اللي بينتظره مستقبل جاد مع النادي الاهلي، في فكرة ان هو متمرد او رافض فكرة انه ما بيشاركش مع موسيماني، طلع اللاعب كذب. دي ظاهرة نخرج من كلام موسيماني وكلام عمار حمدي ان لا، اعتقد البعض بيدبر مشاكل للنادي الاهلي، وغريب جدا ان الرد يخرج من داخل النادي الاهلي والناس دي وكأن مفيش حاجة اتقالت يا اسامة. حتى النادي الاهلي رد يا فارس باحتفائه ايضا بمرور سنه على بيتسو موسيماني على حساباته الرسميه، وده بيوضح الثقه اللي بين النادي الاهلي او اداره النادي الاهلي والمدير الفني وان يير اوف بيتسو. طبعا ده على المواقع او الحسابات الرسميه للنادي الاهلي، وبالتالي خلاص حتى بيتسو موسيماني نفسه بقى عارف وبقى متقبل فكره الضغوط، وهو اشار ان هو عندنا ضغوط احنا عارفين ده كويس، ولكن احنا في النهايه بشر، تحملونا او امنحونا فرصه لنقدم الافضل، وبنوعدكم ان احنا نقدم الافضل. بيتكلم عنه عن الجهاز الفني بالتاكيد، واحنا كلنا دعم وسبورت للجهاز الفني واللاعبين، ان شاء الله يقدروا يقدموا الافضل
بنشوف الانجازات وبنقول دي انجازات، وبنشوف الاخفاقات وبنقول محتاجين نتعلم من اخطائنا عشان ما يحصلش اخفاقات بشكل كبير. حتى مستوى الاداء بنقف عنده، لان جماهير النادي الاهلي جماهير ذواقه ودايما بتقف عند فكره الاداء. وبعض المباريات لما كان الاداء كان سيء وبنحقق نتائج كان برضو في قلق وكان في توتر وكان في حاله عدم رضا على بعض المباريات دي. لكن بشكل عام تجربه ناجحه بشكل كبير جدا، مدير فني قدر يحقق الانجازات دي في فتره قليله جدا او في سنه، يعني يستحق ان هو يستكمل او يخوض تجربته ويبدا المغامره من جديد على البطوله الثالثه، وانجاز ربما يكون تاريخي باسم بيتسو موسيماني، لانه هيكون تاريخي باسم النادي الاهلي لو حقق ان شاء الله البطوله الافريقيه الثالثه على التوالي ورقم 11.